حنروح هيك لفقرة نحكي فيها عن المألوف، عن الروتين، عن العادة والطبع. يا ليلى، تماما يا رشا، كثير من الاشخاص بتتشابه ايامهم، كل يوم نفس اليوم صحيح اللي قبله، روتين يومي ما بنقدر نطلع منه، ما بنقدر نغيره. وكثير من الاشخاص بيقولوا نحن كيف بدنا نطلع من هذا الروتين، دائما نفس الروتين. هاي العادات، يمكن العادات السلبيه كثير مزعجه بحياتنا، يمكن يكون لها كثير تاثيرات نفسيه. بمحطتنا اليوم رح نحكي على كيفيه التحكم بعاداتنا، كيف ممكن ندعم العادات الايجابيه بحياتنا، نبعد عن العادات السلبيه. رح نحكي كثير عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، مريم حاج عثمان، استشاريه اسريه وتطوير ذاتي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا بحضرتك. ما بين الطبع والشيء الفطري والعادات المكتسبه والشيء المتعود عليه بحياتنا اللي بيصير فيما بعد طبع، ويمكن هذا نحن بنوقف بنقول ما فينا نغير، نحن ممكن نتاقلم او نتاقلم مع الناس اللي حوالينا، نقول اتركوه هيك طبعه هيك طبعه هيك طبعه. تمام، خلينا نحكي ما بين هدول القصتين. تمام، هلا نحن بحياتنا كسلوكيات نحن بننهج سلوك، هذا السلوك من كثر ما من نحن بنمارسه بصير عادي. السلوك شو يعني؟ يعني انا مثلا افترضنا انه انا ماشيه وسالكه طريق، هذا الطريق ماشيه فيه بعرف انه بيوصلني لمكان، بس بعدين بيجي حدا بيقول لي لا ترى هذا الطريق ما بيوصلك، بيوصلك طريق ثاني. فبروح انا بقتنع فبغير سلوكي. سلوك تغيير السلوك كثير سهل بالاقتناع، اما العاده لا صارت اصعب. فانا روحي على السلوك، انا هي العاده سلوك كررته 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 فصار عندي عاده انا ما بقدر استغني عنها ابدا ابدا. باللاوعي انا بعمل اجراءاته، باللاوعي بعمل روتينه، وانا بدون ادنى تفكير حتى، بدون جهد للدماغ نهائيا. مثل مثلا شرب القهوه، مثل الدخان، مثل اي عاده ان كانت سيئه او كانت جيده بعملها بدون ادنى وعي مني، دغري باللاوعي بعملها بلا شعور. اما الطبع هو كالتالي، اني انا هي العاده مارستها كثير وطبقتها بكل مكان وزمان، بكل مكان وزمان صارت عندي طبع. يعني في عندي انسان غضوب، فأنا هذا السلوك بأنا صغيرة سلكته، لما لقيت التعزيز فيه، ماما ما ردعتني، ما عملت لي تأطيرات معينة، ما زبطت وضعي كطفل، فأنا صارت عندي عادة كل ما بدي شيء بدي أغضب. هي العادة الغضب وين ما كان أنا طبقتها ولقيت التعزيز فيها صارت طبع. فبتلاقي في إنسان بيقول لك أنا غضوب، في إنسان بخيل، في إنسان ممكن يكون عنده سوء بالألفاظ، فصارت طبع. فأنا هون ما بقدر انا نغير طبعه تماما، انا بقدر اتعامل وتكيف جاري معه تماما، وبقدر انا كمان لنفس الشخص انه يقول له ما تغير هذا الطبع، بس انت عارف كيف تتعامل معه بتكنيك بسيط لحتى تلطف من طبعك شوي. هي خلينا نحكي يا مريم عن اهميه العادات بحياتنا. هلا اهميه العادات كثير كبيره، هي اصلا حياتنا هي مجموعه عادات، هي مجموعه سلوكيات وتصرفات وعادات بحياتنا، هي اما بتخلي حياتنا ناجحه او بتخلي حياتنا لا قدر الله فاشله. فالانسان هو مجموعه هي العادات كلياتها، ولكن الفكره بالمجموعه العادات اللي نحن بنقولها فيها عادات سلبيه. نعم، انا صعب اتخلص منها، بيقولوا ما بقدر اني انا اتخلص منها. في عندي عاده التدخين ما بقدر اتخلص منها، في عندي عاده انه مثلا الزوجه رجل وهذا الرجل علاقه سامه، بتقول لك انا تعودت عليه، ما لي قدر اسم بحياتي تماما، انا تعودت عليه ما عم بقدر. صح. مع انه هي عرفانه انه هذا هيش العلاقه سامه، او هو عرفان انه هالعلاقه سامه، بس هي بتقول لك انا اعتدت اني انا اكون موجوده بضمن هي الاسره، بضمن هذا مع هذا بلا هذا السم. تماما، تعودت على هذا السم، فعلا هي تعودت على هذا السم. صح. فهي الفكره بتقول لي بس هذا شيء سلبي، كيف هي قدرانه انه تكمل بهذا السم؟ مثل ما قلت عليه، الفكره بالموضوع انه العاده لتتكون فيها الى حلقه. نعم. هي الحلقه لازم تمرق بثلاث عناصر او ثلاث اجزاء. اول عنصر هي الاشاره او التحفيز او التنبيه، ثاني عنصر هي بتكون السلوك ذات نفسه، الاجراء اللي بدي انا اعمله او العاده اللي عم بسلكها، ثالث شيء هي المكافاه. وهون صعوبه اني انا اغير اي عاده اني انا احصل على هالمكافاه، يعني هي العلاقه السامه اللي عم نحكي عليها مثلا، مكافاتها انه هي حاسه بذاتها، مكافاتها انه هي حاسه بانوثتها، ممكن مكافاتها انه هي حاسه بوجودها او في حدا عم بيهتم فيها، حتى لو كان انه هو احيانا بمقابل للسم. تماما تماما، نفس الفكره بالتدخين، تدخين نفس الفكره، في عندي حافز او اشاره بشوف باكيت الدخان او بشم الريحه. صح. فانا شفت الباكيت، فاجى صديق او ما راح اقول صديق
اعطاني سيجاره وبلشت انا اخذ هالسيجاره مره على مره صار اجراء وسلوك. لما مارسته كثير صفي عندي اني انا اخر شيء عم باخذ مكافاه الدوبامين باوجه اني انا هلا هون سعيده جدا بهالعاده اني انا بالاخير اخذت المكافاه. فاي عاده انا ما بقدر اغيرها انا خايفه اني اخسر هالمكافاه تماما. حتى اي عاده جديده اني انا اسلكها انا خايفه اني بدل العاده بعاده اني انا اخسر المكافاه او التحفيز او التعزيز اللي انا تعودت عليه. مثل شرب القهوه انا ما بقدر بتلك ما بقدر ريحه القهوه بتقدري لا الفكره ما تكون عاده سلبيه تكون اوكي فنجان قهوه الصبح ما في مشكله ولكن في عالم عندها لدرجه الادمان مثل الدخان لدرجه الادمان. فالفكره اني انا لما بدي اسلك عاده او بدي بطل عاده في لها روتين معين لازم انا اعمله ولما طبعاً. بدي كمان اتخلص من عاده كمان في لها روتين. طيب اليوم كرمال هاي المكافأة ما يفقد الشخص بشكل مباشر يعني اليوم الشخص حتى اللي عايش بعلاقة سامة هو في مكافأة له صحيح بالمقابل يعني صحيح. وذكرتي حضرتك دكتورة أمثلة اليوم لنحنا نقدر نتخلص في خطواتنا نمشي فيها يعني طبعا اليوم طبعاً. عم نحكي نفسيا عم نحكي شيء علمي خلينا نحكي بهاي النقطة تمام. أنا لحتى أتخلص من أي عادة لازم أعرف أنا حلقة العادة اللي قلت عليها اللي متألفة من 3 أجزاء أعيدهم لأنه كتير مهمين اللي هي الانتباه أو الإشارة أنا في باللاوعي يعني أنا باللاوعي مثلا نفترض أنا باللاوعي فقت فأنا عين مغمضة وعين فتحة فخلص أنا عين منفضحة وعين مغمضة بدي أشرب قهوة هاي إشارة اني انا لازم اعمل العاده تشرب القهوه نعم تمام. فانا بروح بعمل اجراءاتها بعدين بتكافئ اني انا شعرت بالسعاده والدوبامين يا سلام روقت ريحتها والقعده والتحفيز واو حتى الحاله العامه انا ما بتصحصح اذا ما شربت قهوه اذا مرق النهار وما شربانه في عادات في عادات حسنه وفي عادات سيئه ولكن هي ممكن شرب القهوه تكون عادي حسنه ممكن نعم. تكون تمام. فالفكره اني انا ما اقول للشخص اللي بده يبطل اي عاده مثل التدخين ما اقول له انا اقطع الاشاره انه حارب الاشاره وحارب المكافاه لا بقول له حافظ عليهم هن الاثنين وبلش اشتغل بالاجراء غير الاجراء غير السلوك شويه تغيير بالسلوك تغيرت العاده كلها. كيف يعني؟ يعني انا مثلا بتحفز انا بدي بطل التدخين ووعيت انه هي العاده سيئه ولازم انا بطلها فانا بروح للاشاره بخليها شفت باكي الدخان شفت صديق عم بدخن بدي انا شو اعمل بدي روح دخن لا انا هون بحافظ على الاشاره وبحافظ على المكافاه ولكن بغير الاجراء اني انا بربط الاشاره ب عادة جديدة اني انا اعملها مثلا شيء طبعا محبب اني انا اهتم بنبتة من النباتات مثلا شفت واحد عم يدخن روح اسقي نبتتي شفت واحد عم يدخن روح اكل سكره روح شفت مثلا عم واحد عم يدخن تماما اخذ روتين جديد ولكن انا محبب الي مو ضروري يكون يعني هو ايجابي فهو انا ماشي حالي فيه ممكن انا ما يعني ما يناسبني فشيء عادة جديدة كونها انه انا اكون محبب الي كتصرف وسلوك محبب الي وانا بعشقه لهذا السلوك او لهذا التصرف فبصير انا بعد 3 أسابيع لشهر بانتظام اني انا باخذ هالعاده بقدر انا اكسرها او انا اكسب عاده جديده ولكن لازم تمرق هاي السلوك كمان بثلاث شغلات بدنا نثبت 3 شغلات بدك تثبتي المكان والزمان والجهد شو يعني مكان المكان بدي ثبت انا وانا قلنا بدنا نحافظ على الاشاره ما بقدر انا اغيرها للاشاره او شوهها ممكن انا شوه الحلقه العاده ولكن اكثر شيء بقدر انا اشتغل فيه هو السلوك فانا هذا السلوك هو بسيط ولكن بده انتظام واستمراريه فانا بدي ثبت بهذا السلوك المكان بدي ثبت الزمان وبدي ثبت الجهد شو يعني انا بدي ثبت المكان انا مثلا بدي اخلص من التدخين بدي ثبت المكان انا ما رح دخن نهائيا تحت سقف مغلق ما رح دخن مثلا قدام طفل تمام فانا حطيت ليميت لحالي انه انا ما رح دخن بهذا المكان بالزمان انا ما رح دخن صباحا ما رح دخن مثلا قبل ما انام فانا حطيت ثبتت مكان وزمان غيرت تمام ثبتت زمان ومكان وروح اثبت الجهد هذا الجهد مشي عليه 3 أسابيع لشهر وبعدين نفسه تثبيت المكان والزمان وعلي الجهد يعني انا ثبتت المكان والزمان ولكن حعلي جهد حساوي اكثر انه انا مثلا بهذا المكان اذا انا ما بدي ادخن حدخن مثلا 3 سيجارات قبل كنت ادخن 5 فانا بقول انه ثبت علي الجهد تدريجيا يعني خلينا نقول بناء العاده الذريه شو يعني عاده ذريه يعني ذرات صغيره كونيه مع بعضها بتطلع شيء كثير كبير وهذا اللي اتاخذ من قوه العاده الذريه بالكتاب
اللي بيقول انه في صناعة ذهب كانت عم بيشتغلوا بصناعات الذهب، فكان كل ما يشتغلوا بصناعة الذهب كان تنزل ذرات ذهب على الأرض، فيجي عامل التنظيفات ياخذها ويكبها. ففطن لها إلى مدير وشافها، فحط تحت كل طاولة سجادة، وبعد كل انتهاء يوم العمل شو يعمل؟ ياخذ السجادة ويجمعهم. فبعد فترة طويلة صارت عنده لا بأس ثروة لا بأس فيها. وبنفس الفكرة نحن بالعادات، أي شيء بدي غيره المفروض يبلش بالتدريج، إني أول شيء أوعاله ثبت مكانه وزمانه وبلش علي الجهد شوي شوي. هون أنا بعرف إنه أنا بحسن أتخلص من عادة وبحسن التزم بعادة إيجابية إذا أنا طبعاً وعيت الله. كيف يعني وعيت الله؟ في كتير أمور نحن لازم نوقف شوي ستوب عندها. يعني على سبيل المثال في الصبح مثلاً شوف إنه شو روتيني اليومي، خلينا هيك نقعد عن جد ناخد هيك خطوتين لورا، شو روتيننا اليومي؟ شو بشو عم بيضيع وقتي؟ بشو شو العادات اللي انا تماما شو هي العادات اللي انا بسلكها كل يوم واحد شوفها، يا هل ترى هالعاده حتفيدني للمستقبل؟ اذا ما رح تفيدك بلش غيرها. يعني على سبيل المثال بنشوف السوشيال ميديا، بنقعد ساعتين ثلاثه ونحن عم نشوف السوشيال ميديا، بعد فتره ست ثلاث اربع سنين بتلاقي حالك سنه كامله قاعده على السوشيال ميديا. لو انت اشتغلتي على مشروع كنت حسنتي انت تنهجي بالمشروع هذا وتنهضي فيه وتحققي طموحاتك. فكتير عالم شو بيقولوا انه نحن ما نجحنا وفشلنا لانه عندي ظروف كذا وكذا وكذا، لا بقول له لا، هي مجموعه عادات اذا انت غيرت فيها فانت وقتها حطيت رجلك على الطريق الصح. بس غير شوي صغيره هيك، خذ ستوب شوي وعرف شو العادات اللي انا عم مارسها، وكتير جميل انك تكتبها. طيب يا ترى هي العادات أنا بتفيدني للمستقبل؟ إذا بتفيدك للمستقبل اتركها، أما إذا ما بتفيدك للمستقبل وعى إنه أنت لازم تغيرها. نعم. بلش اشتغل فيها، بلش حط البديل واستمر على هذا الموضوع، وكل شوي شوي علي الجهد تبعك. حتى في بعض الأشخاص عادي بحياتنا تحسون أصبحوا من العادات اليومية، يعني وجودهم تماما هن عادة بغض النظر عن سلبيتهم أو إيجابيتهم. يعني إحنا اليوم فينا نعمم ايضا على العلاقات الاجتماعيه شو عم نحكي. اكيد يعني اكيد 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 فيني اعمم هذا الشيء، ولكن بترجع بقول لك هي العلاقه بالمستقبل مثل العلاقه الساميه، هل ترى بالمستقبل حتفيدني؟ اذا ما رح تفيدك وما رح توديكي لمكان افضل ومفيد انا لازم هون وقف. نعم. اما اذا في علاقات جميله واعتدت عليها ليلى وين مشكلة يعني؟ بالعكس في علاقات جميلة وفي عادات جميلة. نرجع شوي للعادات الإيجابية، كيف تساعدنا على تنظيم حياتنا؟ يعني اليوم مثل ما ذكرتي قبل شوي حضرتك أنه أحياناً بيصير فوضى، أنه أنا في نفس الروتين كل يوم، ممكن خلينا من بعد نحن طلعنا، أنا طلعت على دوامي رجعت، يعني الأمهات سويت أكل، خلصت شغل بيتي، درست أولادي، نمت، فقت لقيت حالي بالدوام. في أشخاص بنفس الواقع ونفس كمان بتلاقيهم عندهم فضاء، عندهم وقت لكثير من الأشياء. صحيح. والنشاطات. شو السبب أنه هون في أشخاص عندهم منظمين وقتهم؟ يمكن عاداتهم، في عادات إيجابية بحياتهم عم تساعدهم. صحيح. على تنظيم حياتهم. صحيح. أنا بقول لك هي سبب التنشئة. تنشئة الطفل بفترة الطفولة وفترة الشباب خليني أقول هون نكتسب معظم عاداتنا، وبصير كل ما كبرتي بصير صعب أنك أنت تتخلصي من عادة إلا إذا وعيتي طبعاً. يعني الوعي هو أساس كل شيء، ولكن سبب أني أنا اكتسبت عادة إن كان سيئة ولا حميدة هي الأهل. ليش؟ لأنه سهل كتير الطفل أنك أنت تكسبيه عادة، خليه ياخذ عادة، طبعا عادة إيجابية. فبنلاقي دائما نحن عندنا مبادرات للأطفال، إن كانت القراءة، إن كانت الرياضة، إن كانت السباحة، إن كانت أي شيء، سهل كتير الطفل إنه يتجارى معك. ليه؟ لأنه هو ما عنده هالمشتتات اللي أنا عندي إياها كبير. عنده تركيز أكثر مني، ما عنده هالمسؤوليات والضغوط اللي أنا عندي إياها، فهو عنده تركيز بهذا الموضوع وما عنده تشتت بانتباهه. فإذا أنا كأم أو كمربي بلشت اني انا اشتغل عليها وانتظمت فيها، فهو حيكبر حتضل هالعاده عنده وحيورثها لاولاده بالمطلق يعني. ولكن الفكره انه انا اخذت عاده سيئه مثلا ممكن تكون من اهلي، بيكونوا اصلا الاهل فوضويين او ما لهم جلد للاخذ والعطاء، فهون انا بقول للاهل دائما مبادرات العادات الايجابيه خليها مع الاطفال، وسهل كثير انه يكتسب الطفل بعكس الكبير. طيب خليني ارجع معك لنقطه، خلينا نرجع للحالة النفسية وتأثيرها كان إيجابياً أو سلبياً على تغيير العادات أو السلوكيات السلبية. اليوم إذا حدا ما له مرتاح هل هو قادر يغير للإيجابية؟ طبعاً أكيد. على فكرة ما له مرتاح، كلمة ما له مرتاح روحي شوفي دوري على عادات وحتلاقيها سلبية.
عشان هيك مزاجه اليوم مو رايق. هي مزاجه هي مجموعه عادات وصلته للمزاج اللي ما منيح، المزاج المعكر، الحاله السلبيه اللي هو هلا فيها. فبس هيك برجع بقول لك شويه وعي اني انا هذا يومي شلون قضيته، او هي السنه كيف قضيتها. حلو اني اعمل جرد ليومي او اعمل جرد لسنين السنه اللي انا فيها كيف قضيتها، شو هو المفيد لي، كثير مهم. فانت لما بدك تفوتي بمزاج ما له منيح، مود ما له منيح، دغري وقفي عند نقطه شو العادات اللي خلتك توصلي لها. احيانا ظروف محيط. هلا الظروف شو بتعمل؟ بتعمل انه بتخليكي عايشتيها لفتره صغيره، لفتره لحظه ساعه، ولكن لما بتعيشي مزاج دائما سلبي فهي اكيد اكيد نابعه من الشخص ذات نفسه. هو شويه وعي، شويه شغل على نفسه. هي صعبه على فكره، ما لها هي بنوب انك انت عم بتصارعي نفسك، انت عم بتحاربي النفس اللي انت فيها، لانه هي في الى منطقه الراحه. انا بدي المكافاه دائما، انا بدي اكون مرتاحه دائما، فبروح للخيار الاسهل. الخيار الاسهل اللي بيقول لي انه خليكي قاعدة على السوشيال ميديا، خليكي عم تشربي، خليكي عم تاكلي اكل مو صحي، بلا لك الرياضة اليوم. هذا الجهد اللي بده ياخده الجسم فبصير بيحاربه الدماغ او بصير بيحاربه العقل، انه لا 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 هلا انت بدك تتعب. انا هون بصير ببلش انا بجاهد نفسي بخمس دقائق، عشر دقائق بالعادة الإيجابية اللي بدي أعملها، بس يصير عندي ثلاث أسابيع لشهر تكتسبيها لهالعادة، ولكن بدك تستمري فيها. لان العقل بياخذ مثل ساعه بيولوجيه. يعني على سبيل المثال انا بدي العب رياضه، مو معقول انا العب رياضه صبح وبعدين ظهر بعدين الساعه 7 بعدين الساعه 8، لا بدك تحددي العاده بالضبط وتعملي لها ارساءات، انتباه، اشاره، البس اوعي رياضه، خلاص دغري بدي اقوم العب رياضه وقت معين. صباحا الساعه 6 الصبح او الساعه 7 الصبح دائما تكون نفس الساعه، حاولي تكون نفس الساعه، حاولي تعملي اشارات. وبالاخير انت تعتبر هاي من العادات الايجابيه والصحيه، وكافئي حالك. نعم. روحي اشتري لحالك شيء، كافئي حالك بشيء بمشوار، بتحافظي على عاده ايجابيه وبتبنيها بشكل سليم. أكيد مريم حاج عثمان استشارية أسرية وتطوير ذات، بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا دكتورة مريم لحضورك اليوم، ويومك حلو على طول. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك رشا. هلا هلا.